أهلا ومرحبا بكم إلى نقطة حوار جديدة، معي أنا محمد سيف النصر. باتت الأوضاع المعيشية في مدينة القدس خاصة الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية تحديدا غاية في الصعوبة، في ظل واحدة من أسوأ المواجهات منذ سنوات، والتي كان من أبرز أسبابها الاقتحامات اليهودية المتكررة للمسجد الأقصى. فالأحداث التي أسفرت منذ بداية أكتوبر وحتى الآن عن مقتل 30 فلسطيني بينهم 8 أطفال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أيضا، إضافة إلى 7 إسرائيليين، هذه الأحداث أدت إلى سلسلة إجراءات إسرائيلية صارمة شملت وضع حواجز أمنية عند الأحياء العربية ونشر 300 جندي في الحافلات العامة، علاوة على الدفع بتعزيزات من الجيش الإسرائيلي لمساعدة عناصر الشرطة، كما خولت الشرطة الإسرائيلية بفرض طوق أمني على الأحياء الفلسطينية. يضاف إلى ذلك تخفيف إجراءات السماح بحمل السلاح للإسرائيليين العاديين. هذه الإجراءات حولت القدس الشرقية إلى ثكنة عسكرية وأطفت أجواء من التوتر بل والرعب على سكانها الفلسطينيين. وعلى الجانب الآخر تحولت القدس الغربية إلى مدينة أشباح تقريبا على حد وصف الصحف الإسرائيلية، في ظل مخاوف الإسرائيليين الشديدة بعد حوادث الطعن والدهس والهجمات الأخيرة التي تعرض لها إسرائيليون على يد فلسطينيين. وتسبب الانتشار الأمني المكثف في مضاعفة المخاوف، وإن رأى فيه كثيرون ضرورة حتمية في ظل تصاعد الهجمات. نحاول اليوم التركيز على الآثار الإنسانية لما يحدث. كيف يعيش سكان القدس في ظل هذه الإجراءات الصارمة وأجواء التوتر والعنف؟ هل تنجح سياسة عزل الأحياء الفلسطينية في حفظ الأمن بالمدينة؟ من المسؤول عن تهدئة الأوضاع وحماية سكان القدس الشرقية؟ ومن المسؤول عن معاناة ومخاوف الإسرائيليين في ظل هذه الأحداث؟ شاركونا بتجاربكم وأرائكم هاتفيا على رقم 00-44-20-77-65-0211 أو نصيا على رقم 00-44-793-40-47 أو عبر موقعنا على الإنترنت bbc.org. المشاركة متاحة أيضا على صفحات نقطة حوار على وسائل التواصل الاجتماعي، على فيسبوك، على جوجل بلس، على تويتر أيضا، يمكنكم أن تكونوا جزء من حوار اليوم عبر إرسال المشاركات إلى هناك. دعونا نبدأ هذا النقاش والحوار المباشر هنا في الاستوديو مع المجموعة الأولى من المتصلين هاتفيا، أرحب بهم جميعا وأبدأ بالحديث إلى زينات عليان من سكان القدس. مرحبا بك معنا زينات، وربما النساء السيدات من أمهات وحتى أخوات للفلسطينيين من أكثر من يتعرضن للضغوط طبعا خوفا على أبنائهن وإخوتهن وأزواجهن. ربما كيف تعيشون كفلسطينيين في القدس الشرقية في ظل هذه الأجواء والإجراءات الصارمة؟ على التوتر احنا عايشين، نعم، على التوتر ورعب. حالة توتر ورعب. طيب مما تخافون بالضبط يعني؟ طب هلكت قبل شوي نزلوا الجيش شوي، فش ولا إشي، هو بلشوا ضرب غاز وبالصوت وعينوا القصاصة على بنتي عمرها 10 سنين. نعم، شو يعني بنتوقع؟ يعني شو بدنا نصير؟ يعني هم كانوا يفضون مظاهرة، أو لماذا استخدموا الغاز ما أدى إلى تضرر ابنتك كما تقولين؟ بدون سبب ولا إشي، تحركش ولا إشي، مع ولا واحد عمل. طيب إيه أكثر صعوبة، ما هي أكثر صعوبة تواجهونها في ظل الإجراءات الأمنية والحواجز وأيضا حديث عن عزل الأحياء العربية؟ هم رش المياه عادي، ما هي شيء يعني هو علينا الضغط نفسي. نعم، العادي ما كلنا مرضنا، يعني فيش حدا كب، يعني كل الاولاد كلهم. نعم، طيب يعني شعور الأطفال حتى لو كانوا أطفال صغار، هل هم واعون بهذه الأجواء ويتأثرون بها؟ صفي لنا من خلال معايشة أسرتك. في خوف، في رعب في الأولاد، يعني كثير، يعني كثير بيرتعبوا، بخافوا يطلعوا برا، بخافوا يلعبوا باب الدار. يعني شوف الصور عندي،
قاعده على باب الدار لعب يلعبوا، تصور انهم بيستجوش يطلعوا من مره. ابني كثير بيسويها تحت. نعم. زياده عن اللي بيسويها. نعم 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 زينات، شكرا عموما زينات، ويعني كان الله في عونكم في هذه الأجواء. كانت هناك بعض الصعوبات في وصول صوتك إلينا، بعض التقطع في الصوت، لكن حكت لنا زينات من سكان القدس عن معاناة الفلسطينيين، معاناة أسرتها وحتى الأطفال الصغار في ظل هذه الإجراءات الصارمة وهذا التوتر البالغ. أتحدث إلى حاتم خويص من القدس أيضا، وربما تحدثنا عن معايشتك لهذه الإجراءات وهذه الأجواء، والرجال والشباب بشكل أكبر ربما نوعا ما، يعني من النساء تعرضت طبعا بعض النسوة للعنف نتيجة الاشتباه في احتمال قيامهن بهجوم، لكن الرجال عليهم العيون أكثر من حيث الترقب والتخوف من قيام أي أحد بهجوم. كيف تتعايش أنت وكيف تتعايش أسرتك مع هذه الأجواء؟ الخارج مفقود والداخل مولود. احنا بنحيي من عبر اذاعتكم الكريمه نساء القدس، امهاتنا بناتنا اللي صامدين، لانهم هم اللي بيتحملوا العبء الاكبر، مسيره القلق اللي بيحطوها على كتافهم من حد ما يطلع الواحد من باب البيت لحد ما بيعرفش حاله اذا بده يرجع ولا لا. الصعوبات في مدينة القدس كما لم تكون انها، يعني مش انه كانت انه عايشين الجنة وصارت دخلونا لجهنم، بالعكس احنا عايشين بحصار مستمر، خاصة انه مدينة القدس تم حصارها بجدار العزم من سنة 2000. نعم. عبر فصل القدس لقسمين، الناس اللي عايشة داخل الجدار والناس اللي عايشة خارج الجدار. داخل الجدار له سياسة وخارج الجدار له سياسة أخرى. اليوم تم مثلا اليوم تم فصل الأحياء المقدسية عن بعضها، احنا بنحكي عن أحياء بمساحة جوية 2 نعم. كيلومتر. نعم. فهنالك مثلا الأحياء الشرقية اللي نعم. بتحد شرق جنوب شمال مدينة القدس، تم فصل جميع الأحياء عن بعضها، فصرنا عايشين زي كأن المساحة اللي بتجول فيها الشخص لعمله لمدرسة للولد لمدرسته للعمل هي مئات الأمتار المحدودة. حاتم السلطات الإسرائيلية، خليني أقول لك، ونحن نشاهد هذه اللقطات المباشرة لمحاولة هجوم أخرى أو محاولة طعن أخرى لإسرائيلية تعرضت للطعن قبل قليل في القدس، ونشاهد موقع الحادث الآن مباشرة وانتشار أمني مكثف لقوات الشرطة وسيارات الإسعاف. إسرائيل تقول أنها تتخذ هذه الإجراءات لمواجهة هذه الإجراءات الخطيرة ولحماية مواطنيها. هل تعتقد أن عزل الأحياء الفلسطينية بهذه الصورة وهذا الانتشار الأمني المكثف والتعامل الأمني القاسي والصارم يمكن أن يحقق الهدوء في القدس من جديد؟ نحن اليوم نعاقب بطريقة جدا بترجعنا لسنوات الظلام في اوروبا، سنوات سنوات الجيتو. الاجراءات او طريقه العقاب المفروضه حاليا على المدينه المقدسه على داخل الضواحي وفصل الاحياء هي عباره زي كانه اسرائيل توجه رساله صارمه لاهالي القدس لما انه محاسبه الذات، نقل الضغط السكاني المهول الموجود داخل القدس بين الاحياء بين الحارات بين الناس. نعم. وكانه انه يعني الاحتلال انه هو بايده انه يسوي نوع من الحساب الذاتي او العقاب الذاتي لا او نعم. الحساب الداخلي النفسي لاهل القدس الشرقيه. طيب هو عباره عن عقاب جماعي. نعم. هذا مرفوض، هذا بيولد العكس، نتيجه عكسيه. يعني منظر الطفل اللي تم اعدامه ابن ال 15 سنه ابن ال 13 سنه من يومين وانسب عليه، كان هي برساله، هي توجيه رساله لاهل القدس واهل القدس الشرقيه واهل الفلسطينيين بشكل عام، يعني انه هون احنا رعب، احنا خوف ما. طيب ازاي يعني ازاي كان تاثير مثل هذا الحادث لقتل طفل في هذا العمر؟ ازاي تاثير هذه الاحداث عليكم وعلى السكان؟ انت تقول ان هذا قد يحدث نتيجه عكسيه، ازاي او كيف تاثير هذه الاحداث على الاطفال والصبيه؟
هذا بفرض نوع من هو مش ارهاب، هذا ارهاب منظم، هذه جريمه بحق الانسانيه بحق الطفوله. اطفالنا لشافوا لنكشف على مناظر وحشيه مثل اللي صارت، ادخلهم بتراوما، ادخلهم بفوبيا، بخوف، برعب، بظلام لا نقبل. لا نعم، اخروا في البيت، ما طلعوا من البيت، ما طلعوا من قصصهم لشافوا احداث زي هيك. انا بحكي معك وانا شوي متاثر جدا من اللي بصير. احنا دائما دائما الناس احنا نحن طيب متأثر، يعني انت متأثر من الاجراءات الاسرائيليه وصرامتها وقسوتها ام من الاجواء عموما التي اوصلت الامور لهذا الحد من العنف ومن اجراءات اسرائيليه مقابله؟ انت شايف ازاي الوضع باكمله ووصول الاوضاع لهذه الصوره؟ رقاقه السياسه الاسرائيليه بالقدس الشرقيه هي عباره عن جدا رقيقه جدا، فهي يعني ما بتترك مجال، يعني حدث اي حدث صغير بيتم تلبيس او الصاق تهمه الارهاب بجميع الفلسطينيين بشكل عام، واليوم واليوم خاصه باهالي القدس الشرقيه، لانه فيش في شيء عمل الا تلبيس اوصال القدس الشرقيه وتكمله او يعني تهويد مشروع مدينه القدس. يعني انت ترى يا حاتم ان اصلا ما حدث، وما يحدث هو امتداد للسياسات الإسرائيلية ضد مدينة القدس الشرقية وضد المقدسيين عموما. شكرا جزيلا حاتم خويص، أشكرك على إشراكنا في هذه التجربة. حاتم خويص من سكان القدس كنت معنا، شكرا جزيلا. ونحن نتابع كما ذكرت هذه اللقطات المباشرة لحادث طعن آخر وقع قبل وقت قليل في مدينة القدس، وانتشار أمني مكثف لعناصر وقيادات الشرطة الإسرائيلية في موقع الحادث. لابد بالتأكيد أن هذه اللقطات، هذه الأجواء، هذه الهجمات التي نشاهد أثار أحدها وقع قبل قليل، تؤثر أيضا على الطرف الآخر، تؤثر على الإسرائيليين ممن يعيشون في القدس الغربية. انضم إلينا عبر سكايب من حيفا المحلل السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن ليتحدث ربما عن الأجواء على الجانب الآخر. يوآف، خليني أسألك عن كيف تمر هذه الأجواء على الإسرائيليين، أو كيف يتعامل أو يواجه الإسرائيليون هذه الأجواء من تصاعد مضطرد ودراماتيكي للعنف بهذه الصورة؟ نعم، أعتقد أنه رد الفعل الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي يشبه ما سمعناه من ردود فعل من الطرف الفلسطيني. يعني هناك حالة خوف لدى الجميع. اليوم رحت أشتري فلافل لابني في البلدة الصغيرة التي نعيش فيها، يقول لي باع الفلافل لف ظهرك، ما يكونش ظهرك للشارع، تلا دائما شو بيصير حواليك عشان ما يجيش حدا من ورا ويطعنك. يعني الكل بفكر ما يمكن أن يحدث، الكل بتلع على السكان العرب اللي في شارع، يعني اللي يمرون في شارع بخوف وربما يقلقون من وجود العرب حتى في الأحياء أو المدن الإسرائيلية اليهودية. نعم، يؤاف، حيفا نموذج لمدينة بها تعايش مشترك، أو بها على الأقل يعني سكان من القطاعين، من العرب أو الفلسطينيين ومن أيضا اليهود. كيف هي الأجواء؟ يعني هل تسود بسبب كل هذه الهجمات والمخاوف التي تتحدث عنها أجواء ترقب وتوجس حتى ربما بين الجيران ومن اعتادوا على الحياة معا في السابق؟ بكل تأكيد، لأنه ما يختلف في الموجة الأخيرة من العنف أن نرى مواطنين من العرب عادة، ولكن ليس فقط من العرب، مواطنين يخرجون من البيت معهم سكينة ويطعنون جيرانهم أو ناس لا يعرفونهم في شارع. هذا التوتر موجود، هذا يختلف كليا عما كان عليه بالسابق سنوات الانتفاضة. يعني اليوم نتحدث عن عمليات فردية لأشخاص ولا تعرف من قبل هل هذا الشخص لديه نوايا أو بدون نوايا. الخوف موجود، التوتر موجود، الهلع مرات لدى الأهالي لأولاد، ليس فقط في القدس وإنما في كل أنحاء البلاد. نعم،
وهذا واضح يا يؤاف من حجم الانتشار الأمني المكثف والدفع لأول مرة ربما منذ 10 سنوات كما ذكرت الصحف الإسرائيلية بعناصر الجيش الإسرائيلي إلى قلب المدن الإسرائيلية من جديد للمشاركة في عمليات التأمين. خليني يا يؤاف أستمع لمزيد من الأصوات وأتحدث إلى بهاء نبابنا من القدس رئيس لجنة المثلث المقدسي للدفاع عن حقوق المقدسيين. بهاء، طبعا ظروف وأجواء قاسية ربما تمر على المقدسيين الآن، واستمعنا إلى شهادات عدد من سكان المدينة، لكن ما رأيك أيضا في الأجواء التي تمر على الطرف الآخر، تمر على الإسرائيليين أيضا، وتحدث لنا وصف لنا بعضها يؤاف شتاب. في البداية بهاء نبابتة، الاسم العائلة نبابتة. نبابتة. الشيء اللي بدي أقوله، أنا يسعد مساك عبر شاشة البي بي سي. أهلا وسهلا، تفضل. بدي أقوله في الأسبوع الأخير أو شهدنا بداية الأسبوع كان صعب جدا، حار جدا، كان اللي يحدث فيه لم يحدث منذ 67. القتل في الشوارع في مدينة القدس وفي أحياء القدس، هناك قتل وعمليات في داخل القدس، وأيضا هناك هجوم على القرى الفلسطينية وعلى مخيم شعطات وعناتة والعيسوية وكل هذه المناطق وجبل المكبر وصور باهر والسواحرة والسلوان ورأس العمود. هناك كل يوم اقتحام لهذه القوات، هناك كل يوم شهيد، هناك أيضا هجوم وحرق قبل أشهر على عائلة الدواب، حرق عائلة بأكملها موجودة في بيتها آمنة سالمة. هذا أيضا لم يذكر في الإعلام كثيرا، لم يذكره الأخ يؤف هو نحن ضد العنف أيضا، لكن الذي يحدث هذا ما يحدث هو نتيجة عدم رؤية، ليس هناك رؤية للإسرائيليين. الإسرائيليين لا يريدون هذه القرى، لا يريدون فلسطينيين في داخل المدينة المقدسة، وهذا شيء مستحيل. هم لا يعترفون بوجودنا كأقلية عربية فلسطينية عربية في منطقة القدس. هم أيضا لا يكترثون الحقوق الفلسطينية في داخل هذه المناطق. يعني هل يعني تعتقد أن هذا هو أساس المشكلة وليس قضية زيارات يهودية أو زيارات عناصر يهودية متشددة للأقصى؟ هذا الجزء الغير مهم، أما الجزء المهم في المسجد الأقصى هو ما يحدث في المسجد الأقصى، ما يحدث من اقتحامات الشبان الفلسطينيون. لا يوجد لهم أماكن في المدارس في شرقي القدس. طيب. هناك نقص في صفوف المدارس، هناك نقص في الخدمات. المناطق العربية لا تعامل كالمناطق الإسرائيلية. في المقابل الشبان الفلسطينيون يجلسون في بيوتهم، ليس لهم أي نوع من الاهتمام والاكتراث. يشاهدون ما يحدث في المسجد الأقصى، مكان إسلامي كالمسجد الأقصى أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يدنس ويقتحم وتكسر أبوابه. هذا ما يدفع شباننا الفلسطينيين إلى المزيد من العنف. طيب. في هذا الجانب أستاذ بهاء، خليك معايا لو سمحت، ابقى معي سأعود إليك، بس سأذهب إلى يؤاف. عايز أسألك من وجهة نظرك كمواطن إسرائيلي عادي وليس كمحلل، ومن وجهة نظر الإسرائيليين في الشارع، يعني من المسؤول من وجهة نظركم عن هذه الأجواء من التوتر والعنف والخوف والقلق لديكم أيضا؟ نعم، بدي أحكي لك هلأ بالفعل ليس كيؤاف المحلل التي بعرف الرواية الأخرى وما يحدث في الطرف الآخر، وإنما يعني ما أسمعه من أصدقائي وعائلتي وإلى آخره. الناس اليهود الإسرائيليين لا يعرفون الرواية الفلسطينية تماما، هم فقط يعتقدون أنه المعتدين هم الفلسطينيين، أن المعتدي الشاب الفلسطيني أو اللي عمره 13 سنة أو الرجل أو الامرأة التي تأتي مع سيارتها وفيها بالونات غاز، هذه وهم يعتدون ويحاولون أن يقومون بعمليات إرهابية ضد يهود فقط في القدس وغير القدس، هم يعني يرون كل هذه الصورة بشكل مختلف تماما، كأنه الفلسطينيين في واد والإسرائيليين في واد. لكن كيف يؤاف، كيف هم يعني لا يعلموا ما يقوله الطرف الآخر بصرف النظر عما إذا كانوا يوافقون عليه أو لا؟ يعني تصدرت الأخبار مسألة الزيارات عناصر اليهودية المتشددة للأقصى، حتى خرجت بعض المظاهرات، مظاهرة في تل أبيب أذكرها يعني قبل نحو 10 أيام، تندد بالحكومة التي سمحت للمتشددين أن يشعلوا هذا الصراع، واستمعنا لبعض الناس يقولون
احنا نحن من بدأنا، نحن من ذهبنا اليهم في مسجدهم. نعم، هناك مبادرات وهناك مجموعات على الأغلب في هامش الحيز السياسي في إسرائيل، في يسار الإسرائيلي، التي يقولون بالفعل الرواية الفلسطينية صحيحة والسليمة ومعهم حق، وهناك مجموعات أخرى تدعو إلى تعايش، وحتى بالمنطقة اللي أنا عايش فيها منطقة حيفا هناك العديد من هذه المجموعات، ولكن على الأغلب المواطن اليهودي لا يسمع، لا يرى، لا يفهم، لا يقبل رواية الطرف الآخر، ويرى من حقه مثلا زيارة الأقصى، ما يسمون بالإبراني جبل الهيكل، لأنه منذ 67 كان هناك ساعات محددة لزيارات لليهود. صحيح أنا أقول كمحلل سياسي أن هناك جهات سياسية يمينية متطرفة تحاول أن تستغل هذه الحقيقة لصالحها، وللفلسطينيين ربما حق في الكثير من ما يقولونه، ولكن هل العنف سيساعدهم؟ أنا أشك. ده سؤال عايز أتوجه به للأستاذ بهاء في عودة إليه، يعني هل العنف يساعد؟ هل الحل في استهداف مدنيين إسرائيليين حتى لو كانت الحكومة الإسرائيلية بسياساتها أو الأمن أو الجيش الإسرائيلي بممارساته يستهدف مدنيين فلسطينيين، لكن هل الحل في العنف المقابل ضد مدنيين إسرائيليين؟ يعني خلينا أقول لك في البداية، يعني إغلاق للمناطق الفلسطينية في هذه الأثناء، إغلاق لجبل مكبر العيسوية سلوان، حصار، فرض حصار كامل، هذا لا يحل المشكلة. الأجدى من الحكومة الإسرائيلية بدل أن تسمع لمجموعة متطرفين، مجموعة أولاد صغار يديروا هاي الحكومة، فهم كيف؟ أجدى لهم بدل ما يحاربوا الإرهاب، ما يسمونه الإرهاب، يحاربوا الفقر اللي بيعيشوا فيه المقدسيين داخل المدينة المقدسة. يقوموا بواجبهم اتجاه المقدسيين، إعطائهم حقوقهم دون تمييز عنصري. سألوني في مقابلة قالوا لي في ديمقراطية في مدينة إسرائيل، أنا بقول لا فيش ديمقراطية، لأنهم بيميزوا بين عربي وبين فلسطيني. أما بالنسبة لموضوع الحلول الموجودة، أنا بعتقد الحلول بسيطة جدا، أبسط مما يتصوروا. الحلول عدم اقتحامهم. إحنا القدس كلياتنا متفقين هي مدينة سلام، هي مدينة يحق لكل ثلاث ديانات أن توجد فيها. هم بصلوا في حائط البراق، هم بصلوا في حائط البراق، في حدا بطوف فيهم بيحكي معهم. ثم عدم اقتحامهم للمسجد الأقصى، كمان للكنائس المسيحية، كمان هم بيقتحموا الكنائس المسيحية. إنه يوقفوا هذه الاقتحامات هناك في حل. والشيء الثاني، إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الشرعية. أنت كمحتل موجود في مدينة المدينة المقدسة، يجب أن تعطيهم حقوقهم في هذا الجانب، وعلى الاحتلال أن يعلم أنه احتلال. يعني الأخ يوقف يحكي، لكن هو يعرف أنه هذا احتلال موجود في مدينة القدس. طيب واضح أستاذ بهاء. نقول المرة الأخيرة نحن نعم ضد العنف. أنا عارف إذا أنت عايز تقوله هذا نحن ضد العنف، ما كررت عليه سابقا، لكن العنف خليني أخوي بس أكمل هالجملة. العنف لا يولد إلا عنف. هذا الكبت الضغط الموجود، إغلاق المناطق، يعني عدم التحرك من منطقة لمنطقة، يعني فيش شغل. تمام. يعني خليني ألتقط منك هذا يعني العنف، فيش يسووه إلا العنف. شكرا أستاذ بهاء. العنف لا يولد إلا العنف. وأعود مرة أخرى ليؤاف، يعني ربما الحادثة التي وقعت قبل قليل في القدس، ونشاهد لقطات مباشرة الآن لموقع حدوثها، تؤشر على ما يقوله بهاء أو ما قاله الأستاذ بهاء. العنف لا يولد إلا العنف. إذن هل يرى الإسرائيليون، هل يرى المواطن الإسرائيلي العادي أن الحلول الأمنية والإجراءات التي أعلن عنها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية هي الحل، هي التي ستوفر له الأمان، هي التي ستوقف هذا التصعيد؟ لا، لأنه ما يقومون به الفلسطينيون الأفراد من عمليات طعن لا يستطيع أحد أن يمنعها من قبل قوات الجيش أو الشرطة، لأنه أي فلسطيني يمر في الشارع يمكن أن يشتري حتى سكينة ويقوم بما يريده. أنا أقول أول شيء، الأستاذ بهاء معه حق في الكثير من الكلام الذي حكاه، وهذا يجب أن يقال، ولكن ليس التحليل العقلاني هو ما يقود الأحداث في الشارع. يعني ما يقوم به الفلسطيني أو ما يقوم به الإسرائيلي في هذه الأوقات، يعني من توتر ومن يعني جو
صعب جدا في القدس ولا ينبع من تحليل عقلاني وانما من عاطفه وخوف، وهذا الخوف وهذا العنف لا يؤدي الى المزيد من الخوف والعنف. وبهذا الحق مع بهاء، وربما انا وبهاء نحل المشكله ويزال الاحتلال والقدس ستقسم الى مدينتين، ولكن هل هناك رغبة سياسية عامة لدى جميع الفلسطينيين وجميع الإسرائيليين يريدون بهذا؟ أنا أشك في ذلك. نعم. صعب جدا أن تقنع حتى أصحاب إنه يعني يستمرون في هذا الخط وهذا النهج. تمام. والخوف الذي تحدثت عنه والذي يسيطر على مشاعر الجميع ربما كان سبب في أن إسرائيلي يهودي بالأمس طعن إسرائيليا يهوديا آخر اعتقادا منه بأنه عربي، والشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على من قام بالطعن اعتقادا منها أنه عربي. يعني أجواء هستيرية من التوتر والخوف. خليني يقف أستمع لصوت آخر من القدس، راما يوسف تتحدث إلينا. راما، يعني كيف تتعايشين مع هذه الأجواء وكيف يتعايش المقدسيون مع كل هذا الحجم من التوتر والعنف الذي تصاعد مؤخرا؟ يعني لا أحد يستطيع التعايش مع هكذا أجواء. هاي الأجواء هي عبارة عن حلم أو هي كابوس بالنسبة لنا كمقدسيين. هذه التعايش اللي ممكن حدا أي حدا ممكن يحكي عنه مش موجود. نحن ما بنقدر نتعايش مع هيك ظروف، هيك انعدام للأمان، انعدام للاستقرار، خوف دائم. هذا الخوف، هذه المشاعر كلها مستحيل الإنسان يقدر يتعايش معها لو مين ما كان الإنسان، لو شو ما كانت ظروفه. نعم. تمام. طيب، حدثيني عن معايشتك لهذه الأجواء أو عن أي تجارب في ظل كل هذه الإجراءات. بالضبط، أنا تجربتي اليوم كانت، أنا بشتغل صحفية، أنا دوري إن اليوم أنقل الوقائع هاي. كنا مرافقين لجروب سياحي، جروب صحفيين من الخارج. هذا الجروب اليوم تعرضنا إحنا أنا وزميلي لإلي لمحاولة الطعن هاي اللي عم يتحدثوا عنها إنه إحنا كفلسطينيين عم نعملها. تعرضنا لهذه التجربة، خدنا هاي التجربة اللي هي جدا قاسية، بدأت أحدثك عن تفاصيلها قد ما هي تفاصيل سيئة، تفاصيل مزعجة ومتعبة نفسيا، قد ما هي بتعلمك إنه في حس في كراهية كثيرة تجاهنا إحنا كعرب وكفلسطينيين. بالرغم إني أنا وجهت حديثي لإلها للمستوطنة اللي كانت تحاول إنها تطعني وتطعن صديقة لإلي وزميلة لإلي، ووجهنا إنه إحنا مساهمين، إحنا صحفيين، إحنا عم نعمل دورنا اليوم، انا مش جاي معتدي عليكي. وهذا الحدود هي عمرها ما بتزول، هاي الحقد والكراهيه اللي شفتها في عينيها ما عمري ممكن اشوفها في اي مكان ثاني، وممكن اوصفها الا انسان خاض هاي التجربه وشاف قديش هم مزعوجين من وجودنا. بالرغم من انه احنا يعني مسالمين، لم نؤذي احد، احنا جايين نغطي دورنا، جايين ندل الصحفيين اللي نعم جاءوا معنا بس ليشوفوا الواقع، ليشوفوا الحقائق، وشافوا الحقائق للأسف، وصوروا كل إشي حدث معنا اليوم. والحمد لله إنه كانوا موجودين وصورت الموضوع كله، والحادثة إنه إحنا كنا من تعرض اليوم لهذه الأذية النفسية أكثر منها الجسدية. نعم. شكرا راما على إشراكنا في هذه التجربة. وأعود إلى يؤاف. يؤاف، هذه الممارسات وهذه التجربة التي تحدثت عنها راما وتوجز لنا مثل هذه الممارسات من العناصر المتشددة واللقطات التي شاهدناها مباشرة للقدس لبعض العناصر المتشددة تهتف ربما هتافات لا تساعد على تهيئة الأجواء، ونشاهد لقطات أخرى مباشرة الآن من القدس، كل هذا إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية، يعني قرارات بإبعاد المحرضين فقط، من يعتقد أنهم محرضين عن القدس، عدم تسليم جثامين من نفذوا الهجمات لذويهم، هدم المنازل، دي سياسات كانت متبعة من قبل، كل هذا، الانتشار الأمني المكثف والتعامل بمنتهى السهولة، إطلاق النار فقط لمجرد الاشتباه، كل هذه الإجراءات لن تعمق من الضغائن وتزيد التوتر وربما تزيد الأحقاد لدى جيل قادم. للأسف الشديد نعم، هذه الإسقاطات موجودة في يعني كنتيجة لما يحدث في اليوم. وأعتقد أنه ما يحدث اليوم هو نتيجة لما حدث قبل 15 سنة عندما بدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. إسرائيل والحكومة الحالية بشكل خاص سهل جدا بالنسبة إلها أن تمارس القوة والعنف يعني المنظم من قبل الجيش والشرطة. يعني ما يقومون به الفلسطينيين، الرد الإسرائيلي كان من المتوقع أن يكون استعمال المزيد من العنف.
ولكن لو نظرنا إلى الأمور في القدس من زاوية ثانية، هل ما تقوم به إسرائيل من فصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض أو فصلها من الأحياء اليهودية، أليس هذا بحد ذاته تقسيم القدس حسب خطوط 48 أو 67؟ يعني أنا أعتقد أنه لا نستطيع أن نقول اليوم ماذا ستكون إسقاطات الأحداث الحالية على المستقبل. لا، بس تقطيع أوصال أحياء يا يؤاف وحواجز وأجواء أمنية، ليس هذا تقسيم عادي قد يريح السكان، هو يعيق حياتهم، يمنعهم عن حتى مجرد التوجه لشراء حاجياتهم من السوق أو حتى التوجه لأعمالهم. نعم، من جهة ثانية أخ محمد، عندما كل يعني أغلب المنفذي عمليات آتوا من هذه الأحياء خصوصا من جبل مكبر و سور باهر اللي جنبها، عندما الجميع أو أغلبهم يأتون من هناك، ليس فقط يعني يقول أقلاني لمن هو مسؤول الأمن في هذه المنطقة أن يمنعه من العبور، هذا بالنسبة له سهل جدا أن يقوم بذلك. نعم، شكرا جزيلا لك يؤاف شترن، الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي، تحدثت إلينا من حيفا عبر سكايب. لازلنا معكم في هذه الحلقة وأستمع لمزيد من الأصوات. محمد مصالحة من الناصرة، محمد مرحبا بك معنا، وفلسطيني الداخل أو عرب 48 أيضا كانوا متضامنين مع المقدسيين وسكان القدس الشرقية في هذه الأجواء، كيف تنظرون لهذه الأحداث وهل تنعكس عليكم وكيف تتأثر علاقاتكم كعرب تعيشون داخل إسرائيل ربما مع جيرانكم أو من تتعاملون معه من الإسرائيليين؟ يسعد مساك أولا ومساء كل المشاهدين، يشرفني حقيقة المشاركة في هذا البرنامج الراقي، ويعني لو سمحت لي بإيجاز أن أعكس وجهتي نظر، الأولى عن فعلا عن امتداد فلسطينيو 48 وربطهم بما يجري من أحداث وربطهم بكامل القضية الفلسطينية، وأيضا إن سمح الوقت كنت أود أن يعني أعلق أو أضيف شيئا ما بصفتي أيضا أعمل في مجال الإعلام والاستشارة الإعلامية والعلاقات العامة بما يخص الرد على الزميل الصحفي من حيفا فيما يخص الوضع الإسرائيلي والنظر الإسرائيلي. نبدأ فيما يخص الجماهير العربية في الداخل. كتب لنا أو خطط لنا بعد النكبة مباشرة أن نكون أصدقاء وحطابين، والهدف من ذلك أن يعني اتباع سياسة التدجين ضد الجماهير العربية، ولم تكن تعلم السلطة بأن لهذه الجماهير هذه يعني تعدت موضوع النكبة وتعدت مرحلة النكبة وعرفت كيف تقف وتحدد تطلعاتها ومستقبلها وتحدد مواقفها وأيضا كيفية التعامل مع المواطنة وأيضا الانتماء لشعب وقضية. هذا المخططات هذه استمرت لسنوات طويلة حتى وصلنا إلى مجمل بالسنوات السابقة إلى مجمل الصدمات والصراعات التي كانت في مجالين أو منحيين. المنحى الأول هو المنحى المدني الذي يختص في قضية سياسة التمييز والغبن اللاحق في الجماهير العربية ووضعنا دائما في دائرة واحدة ووحيدة أنكم تعيشون في أفضل ديمقراطية في الشرق الأوسط، والدائرة الثانية هو إبعادنا عن ما يعني عما فكر فيه هو عملية انتماءنا الوطني والعربي. نحن طيب محمد اسمح لي في ظل هذه الأجواء، هذه التراكمات التي تحدثت عنها عبر سنوات، كيف تنعكس الأحداث الأخيرة عليكم أنتم كعرب داخل إسرائيل؟ نعم، أقول لك بكل صدق أننا يعني الآن نحن على نفس المذبح أو نفس الخيط الرفيع الذي تعمل به مؤسسات الحكومة والفكر الإسرائيلي الكبير، يعني النظرة الكبيرة اتجاه عرب الداخل. الآن هو ربط كامل ومتكامل مع ما يحدث في القدس، حتى لدرجة أن نفس هوهات البندقية التي وجهت والرصاصات التي توجه إلى أهلنا في القدس وفي كل أماكن تواجده هي نفسها توجه يعني توجه ضدنا، وإثبات على ذلك أكثر من حالة إطلاق نار ويعني حالات يعني حكم عسكري ايضا نواجهه في مستجمعاتنا وفي قرانا وفي مدننا. سياسه الرغب هي ايضا تلاحظنا، لكن طيب نحن تعامل التعامل الاسرائيلي العادي، المواطنين العاديين الاسرائيليين واليهود معكم كيف يعني، هل تاثرت بشكل اكبر بهذه المخاوف والتوجزات من هجمات الطعن وعمليات الدهس التي تجري في القدس وفي مناطق اخرى؟
يعني مثل السكر المخفي، مثل مرض السكر الأخفي، قد أنت تشعر بأنك ليس مريض، وهو المرض يظهر عليك بعلامات معينة عندما تبالغ في الأكل. نعم. عندما تجري أحداث مثل هذه الأحداث، الإسرائيلي العادي الذي تعمل معه وترافقه وتكون بجانبه وجواره وتأكل معه وتشرب معه، لا يشكل لديه في أن يصفك بالعرب القدر ويقول لك الموت للعرب وأيضا الإساءة للنبي محمد. نحن تعودنا ذلك، لكن أقول كل ما أقول لك العتب كل العتب على القوى اليسارية الإسرائيلية التي الآن دخلت إلى اللعبة بسبب فشلها، وهي تزاود أكثر من اليمين، وهي تضرب بالحائط مواقف الجماهير العربية. الجماهير العربية في البلاد بالأمس أعطت إشارة واضحة في مظاهرة سخنين، يعني المظاهرة الوحدوية، عشرات الألوف من الناس أوصلت رسالة سلام واضحة بأننا يمكن أن نكون جسرا كبيرا للتوافق والسلام للقوى اليهودية والقوى السلام. وما يحدث اتجاهنا هو نفس النظرة نتنياهو. نتنياهو نحن لأننا، يعني اسمح لي بهذه الجملة، لأننا نعيش ونعاشر أولاد العم عشرات السنين، أصبحنا من فمهم ندينهم بسياساتهم اتجاهنا. العربي يتقدم في حيث. نعم، شكرا جزيلا لك محمد مصالحة، تحدثت إلينا من الناصرة. خلونا نضم لحوار اليوم أيضا عبر الأقمار الصناعية من القدس المحامية والناشطة الحقوقية نسرين عليان. مرحبا بك معنا نسرين. خليني أسألك بداية عن تأثرك شخصيا بهذه الأجواء من التوتر والعنف. قبل قليل حادث طعن آخر في القدس، إجراءات أمنية إسرائيلية هستيرية إذا جاز لنا التعبير. يعني كيف تتحركين؟ كيف تأثرت حياتك وتحركاتك في المدينة؟ صراحة الحياة أصبحت معقدة جدا، وحرية الحركة هي طبعا محصورة جدا. كل فلسطيني اليوم يتواجد بالقدس يحسب خطواه مرتين وثلاثة قبل القدوم عليها. كل مشوار خارج البيت، يعني إذا لم يكن له حاجة ضرورية جدا لا يذهبون، لا تخرج الأشخاص خارج بيتهم. خصوصا يعني نحن بالذكر على النساء والمحجبات اليوم بالقدس أصبحت مهددة جدا بالتواجد في الحيز العام. ليس فقط في غربي القدس، بل أيضا حتى بالأحياء الفلسطينية داخل الشرقية القدس أو بنقاط الالتماس بين شرقي وغربي القدس. طيب نسرين، كناشطة ومحامية حقوقية، كيف تنظرون كحقوقيين فلسطينيين وعرب يعني إلى هذه الإجراءات الإسرائيلية الصارمة الأخيرة في القدس الشرقية؟ بداية يجب الذكر أن للأسف ما نراه وما أعلن مؤخرا بالصحافة هي سياسة تتم تطبيقها على أرض الواقع منذ الصيف الماضي وأحداث محمد أبو خضير، إن كان من ناحية اعتقالات وإجبار المواطنين على عدم الخروج من القرى الفلسطينية إلا بحواجز شرطة موجودة على مداخلها، إن كان من ناحية القوائم السوداء، إن كان من ناحية الاعتقال الإداري، كل هذه السياسات تم تطبيقها الصيف الماضي نهاية سنة 2014 على أرض الواقع ضد المقدسيين. ما هو جديد هو فقط تطبيق هذه السياسة ضمن قوانين وفعلها طبعا طريقة قانونية أكثر، ستفتح الأبواب وستفتح الإمكانيات للمستقبل لانتهاكات أكبر وأكبر لحقوق الإنسان. نحن كجمعية حقوقية طبعا نرى في ذلك خطورة كبيرة، وعلى أرض الواقع نرى النتيجة أيضا، يعني بداية بالحياة التي لم تصبح حياة يعني اليوم بالقدس، بل أصبحت رعب مستمر ودائم للمقدسيين. وطبعا السياسة المطبقة ضد الفلسطينيين كأعداء، كأطراف اللي فقط يخرج منهم العدو، وهذه طبعا السياسة المطبقة اليوم على أرض الواقع هي فقط سياسة طبعا التي تؤدي إلى تطبيق ما قيل طول الوقت أن القدس الشرقية هي أراضي محتلة وليست ما تفعل إسرائيل ضمتها ضمن إسرائيل وهي عاصمة موحدة لدولة إسرائيل. طيب خلينا نستمع لصوت آخر من القدس يا نسرين. ميرال قطينة، أتحدث إليك ميرال وأسألك، يعني إسرائيل الرسمية تقول أن هذه الإجراءات الصارمة في القدس هي لحماية الإسرائيليين ولحفظ الأمن في ظل هذه الهجمات، كيف تنظرين أنت كمواطنة مقدسية لهذا الرأي الرسمي الإسرائيلي، وهل تتفهمين هذه الإجراءات؟
لا طبعا لا أتفهم هذه الإجراءات، يعني كيف لي أن أتفهم إجراءات حكومة مستوطنين وإئتلاف حكومي يمثل اليمين الذي يكره العرب أولا ويكره الفلسطينيين ثانيا، ولا يبحث إلا عن تهجير الفلسطينيين وعن يعني يبحث دائما عن ثغرات في القانون تبعدهم عن القدس. نعم طيب، لكن يعني إسرائيل تقول أن من يتعرضون للهجمات هم مدنيون، ويعني كيف ترين أيضا هذه النقطة؟ يعني إذا كانت للحكومة الإسرائيلية ممارسات، هي حكومة متشددة كما تقولين، لقوى الأمن الإسرائيلية والجيش ممارسات ضد الفلسطينيين، لكن من يهاجمون هم مدنيون بالأساس كما شهدنا في الأيام الماضية. طب أيضا الشباب الفلسطينيون الذين يقتلون هم مدنيون، يعني معروف أنه أغلبية الشعب الإسرائيلي هم عبارة عن جنود، لأنهم قاموا بالخدمة بجيش الاحتلال، يعني خدمة إلزامية تمتد لثلاث سنوات وقد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات. نعم. يعني حسب موافقته للخدمة الاحتياطية أم لا، لكن نعم. يعني أغلب المستوطنين المتواجدين في شرقي القدس هم من حملة الأسلحة. نعم. يعني كيف لي أن أقول إنه مدني يعني عشان مير بركات قالهم إنه احملوا سلاح صاروا مدنيين مسلحين؟ هذا لا ينفي إنه عدد منهم هم ضباط الجيش. تمام ميرال، شكرا لك. وأضيف على ما ذكرتيه أن نير بركات يعني دعا من لديه رخصة سلاح إلى حمل هذا السلاح في ظل هذه الظروف، بل ولأول مرة تم تسهيل إجراءات الحصول على سلاح ومنحها منح الحق لمنح رخصة سلاح للمجالس البلدية في إسرائيل وليس للدوائر الأمنية أو وزارة الداخلية كما كان في السابق. وأعود إليك نسرين وأسألك، يعني إذا كنا نتحدث عن مخاوف الفلسطينيين والمقدسيين ومعاناتهم في ظل هذه الإجراءات، طيب الإسرائيليون أيضا خائفون. الصحف الإسرائيلية تحدثت اليوم عن أن القدس مدينة أشباح وأن إسرائيليين خافوا من إرسال أبنائهم للمدرسة نتيجة عمليات الطعن والدهس. كيف أيضا تنظرون كحقوقيين لهذه النقطة؟ بداية جميع المقدسيين يعيشون حالة رعب ورهب في القدس حتى داخل بيوتهم للأسف. ما تتطرق إليه من ناحية حماية المواطنين، يجب الذكر أن الصلاحيات الموجودة بالقدس هي للشرطة الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية تعرف التعامل جيدا مع الكثير من الحالات، حتى مع المواجهات الصعبة جدا من قبل يهود آخرين في الدولة، مثل مظاهرة الأثيوبيين التي كانت في تل أبيب قبل أقل من شهرين، مثل مظاهرات المتعددة المتدينين اليهود المتواجدون في الغربية القدس، وحتى في بعض الأحيان على نقاط التماس مع شرقي القدس، ولم نرها تتعامل بهذه اللهجية مع السكان. لم تستعمل هناك الرصاص المطاطي الأسفنجي الأسود، لم يستعمل هناك السيارة المياه العادمة، لم يتم إطلاق النار الحي الرصاص الحي. هذه الأساليب تستعمل فقط مقابل الفلسطينيين بالقدس الشرقية، فتجسد سياسة معينة. حوادث طعن ومحاولات قتل، وقتل في 7 إسرائيليين قتلوا، لذلك كان لابد من هذه الإجراءات المقابلة لحماية الإسرائيليين من هؤلاء المهاجمين كما تقول الرواية الإسرائيلية رسميا. بداية يعني الوضع القائم اليوم والسماح باليد الخفيفة على الزناد أدت للقتل الكثير في الآونة الأخيرة، ليس فقط في القدس بل أيضا بالضفة الغربية. ثانيا للأسف الوضعية القائمة أدت إلى الرعب في الطرفين، ونرى حتى أن أفراد الشرطة لا يعرفون التعامل مع هذا الرعب، وهم بنفسهم مرعوبون ولا يعرفون السيطرة على الوضع، فكل هذا سوية يؤدي إلى طبعا الارتباك والى فقدان الحقوق الاساسيه للانسان. وطبعا نرى ايضا ليس فقط الشرطه، افراد الشرطه بحد ذاتها لم تتصرف وفقا للقوانين وللمعايير الموجوده لديهم في جميع الحالات. يوجد هناك تساؤلات كبيره لبعض التصرفات من قبل افراد الشرطه. واكيد يعني السيطره على من يعمل اي عمل هي من واجب الشرطه، وواجب الشرطه ان تسيطر عليه ليس ان تقتله وتفقد حياته. طيب نسرين، خلينا نستمع لمزيد
من الأصوات. أستمع إلى أسيل جندي من القدس أيضا. أسيل، حدثيني عن مشاعرك أو عن تجربتك في هذه الأجواء المتوترة، أو تجربة أسرتك في ظل هذه الأجواء وهذه الظروف. نعم، ربما مساء الخير اولا لك ولجميع المشاهدين. اود الحديث كأم ومشاعر الأم في هذه الأجواء المتوترة. نحن نشعر في القدس أننا نعيش تحت غيمة سوداء كبيرة تتسم بالخوف والرعب والمستقبل المجهول لنا ولأطفالنا. حالة إرباك كبيرة يعيشها المقدسيون. نخشى عندما نضع أطفالنا في المدارس، نخشى أننا لن نعود لرؤيتهم مرة أخرى. ونحن نمشي في السيارات في الشوارع، نحن نعيش في مدينة مختلطة. عندما نمشي في الشوارع لا نشعر بالأمان، عندما نقف على الإشارات المرورية لا نشعر بالأمان. الخطر يحيط بنا في جميع الأماكن، في مراكز، في حياتنا اليومية. هل حيث تعيشين يعني والشوارع هل تعرضت المنطقة التي تسكنين فيها في القدس لهذه الإجراءات الصارمة أو أي حواجز أو ما شابه؟ لا أعلم أين تسكنين في القدس، ربما تخبرينا. ليس فقط في المنطقة التي أسكن بها، بل في جميع الأحياء العربية في القدس الشرقية هناك إجراءات عقابية جماعية بحق جميع السكان. هناك إغلاقات في المكعبات الاستمنتية لمداخل هذه الأحياء، في سعي لتقطيع التواصل الديموغرافي بين السكان الفلسطينيين. ربما لن نتمكن. أسيل، خلينا أسألك في هذه الأجواء. نعم، أنت ذكرتي أنك ستتحدثي كأم فلسطينية. صحيح. يعني أمهات إسرائيليات يتحدثن بنفس الطريقة، يتحدثن عن نفس المخاوف من سير أولادهن في الشوارع أو ذهابهن إلى المدارس. أنت كأم فلسطينية هل يمكن أن تتفهمي مخاوف الأم الإسرائيلية على الجانب الآخر؟ أنا أستطيع تفهم مشاعر الأم كأم في جميع أنحاء العالم وليس الأم الفلسطينية فقط. أنا أفهم شعور كل أم تشعر بالخوف على طفلها بألا يعود إلى المنزل، ولكن أنا أشعر أيضا أن الخطر يحيط بالأطفال الفلسطينيين بشكل مضاعف، لأننا الآن نشهد إعدامات ميدانية بحقهم خلال ذهابهم للمدرسة، خلال ذهابهم للصلاة في المسجد الأقصى، ونحن نرى أن معظم الشهداء الفلسطينيين هم من فئة الأطفال والفتيان. كما نرى، فأنا أتفهم مشاعر الأمهات جميعا، ولكن أنا أشعر بأن الأطفال الفلسطينيين هم أكثر الأطفال المستهدفين لربما حول العالم. شكرا أسيل على هذا الرأي، وأعود إليك نسرين. يعني هل تعتقدين أن اقتحام الأقصى، الاقتحامات الأخيرة التي حدثت للأقصى، هي السبب في هذا الاشتعال، أم أن للموضوع أبعاد أخرى وتراكمات أخرى ربما تتعلق بوضع سكان القدس؟ هي مركبة من شغلتين. بداية طبعا موضع الأقصى والاقتحامات المستمرة للأقصى التي تزايدت وحتى أصبحت أكثر شغلة، يعني اللي هي ليس فقط لزيارة الأقصى بل لوضع بصمة على المكان، ومن هنا التخوف أيضا لتقسيم الأقصى وتقسيم محيط الأقصى مثل ما حصل أيضا بالخليل. هذا التخوف الأساسي للفلسطينيين اللي موجودين اليوم بالقدس، وأعتقد أنه تخوف يعني نراه يطبق للأسف في الأسابيع الأخيرة على الأرض الواقع، حيث هناك فصل بين ساعات للمسلمين وغير المسلمين حتى بالشوارع والأزقة المؤدية إلى الأقصى داخل البلدة القديمة. ثانيا يجب الذكر أن طبعا هناك تراكم لسياسة طويلة المدى من الاحتلال، أكثر من 40 عاما من الإهمال، من حصر القدس بجدار الفصل العنصري بنسبة الفقر الأعلى في جميع البلاد. 75% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر. بالخنق وعدم قطع الأوصال مع الضفة، إن كان اقتصاديا، تربويا، اجتماعيا، وطبعا الكثير من القوانين الخانقة والضرائب الزائدة، كل هذه سوية تؤدي طبعا إلى انفجار لمجتمع الذي لم يعطى أي اهتمام من أي جانب سياسي. نسرين، نستمع لمزيد من أصوات الفلسطينيين في مناطق أخرى. نيفين أبو رحمون من الناصرة. نيفين، حدثيني، هل تأثرتم فلسطينيين وعرب داخل إسرائيل بهذه الأجواء في القدس؟ نعم، يعني دعني أنوه بداية أن نحن نعيش في حصار وداخل احتلال بشكل مستمر. نحن اليوم بشكل خاص نعيش أجواء استثنائية بآليات قمع مختلفة، دعني أقول.
هناك صراع يعني كما نذكر دائما على السيادة، سيادة على المقدسات على الأرض. هناك حصار لكل فلسطيني سواء إذا كان في الداخل أو في القدس أو في الضفة أو في غزة. الاحتلال يستخدم آليات مختلفة لكل فلسطيني موجود في مختلفة. طبعا نحن كفلسطينيين في الداخل نعاني بشكل مستمر من هذا القمع. هناك سياسة ترهيب تمارس ضدنا، سياسة تمييز بحقنا في مدارسنا في كل مؤسسة. تمام نيفين، اسمحي لي اسمحي لي يعني بعد ان استمعت لصوتك استمع ايضا الى محمد ابو علان من الضفه الغربيه ليحدثنا عن انعكاسات هذه الاجواء في القدس على الضفه ايضا. تفضل. مساء الخير. تفضل مساء النور. يعني ما يجري في القدس هو نفسه ما يجري في الضفه الغربيه. سياسه اسرائيليه قمعيه تقوم على مضايقه الفلسطينيين في كل شيء، في حياتهم اليوميه، في دراستهم، في عملهم. نعم. في كل نشاط. والممارسات وربما الممارسات الإسرائيلية بالقدس في هذه المرحلة أكبر بكثير نتيجة يعني سعي الاحتلال الإسرائيلي لفرض حقائب جديدة في القدس وفي المسجد الأقصى ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. وكذلك الأمر بالضفة الغربية يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة يعملان فقط على قاعدة واحدة وهي عملية الإعدامات الميدانية للأطفال الفلسطينيين. طيب محمد أشكرك على هذا الرأي. أعود بس سريعا في تعليق أخير من نسرين، ما المتاح لكم لمواجهة هذه الأجواء وحماية المقدسيين؟ نسرين باختصار من فضلك. نحن في جمعية حقوق المواطن توجهنا إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبين إياه بعدم استخدام الإطلاق الرصاص الحي وأساليب المتاحة اليوم أمام الشرطة باستعمال القوة المفرطة أمام المقدسيين. نحن نرى بخطورة كاملة القرارات الأخيرة من الحكومة الإسرائيلية. تمام. وتوجهنا إليها بذلك، وطبعا نتابع الموضوع مقابل السلطات الإسرائيلية بتخذير قرارات، وإذا لم يتم الاستجابة سنتوجه إلى المحكمة بهذا الخصوص. شكرا جزيلا لك نسرين عليان الناشطة والمحامية الحقوقية، كنت معنا من القدس. مشاهدينا هذا الجزء التلفزيوني من البرنامج انتهى، نلتقي بعد قليل على راديو بي بي سي. إلى اللقاء، نتمنى أن تواصلوا المشاركة.